معاه المفتاح ومعاه الصندوق ومعاه الاجوال، وبيحط في الدقيقة 84 احلى جول واجمل جول بعد كرة هات وخد وخد وهات، يطلع صاروخ من الصندوق وليد سليمان علشان يسجل اجمل جول وابدع جول. واد لعيب مفيش كلام، بص شوف الحكاية، بص شوف الرواية، اجمل حكاية واجمل هات وخد واجمل تسديدة على شمال احمد حمدي علشان تكتمل الثلاثية كلاكيت تاني مرة المارد الاحمر بعد ثلاثية الجوست، بعد ثلاثية الجيش وليد سليمان بهدفين وعجاي في